السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة اشرح لي. النهارده إن شاء الله هنعرف رقم تليفون سفارة مصر في بوروندي أو رقم السفارة المصرية في بوروندي. رقم التليفون هو 00-257-42-31-61. يبقى تاني، رقم سفارة مصر في بوروندي أو رقم السفارة المصرية في بوروندي 00-257-42-31-61. بكده نكون أوضحنا لحضراتكم الرقم. إن شاء الله استنونا في فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.